يا صباح على كل مشاهدينا، صباح الخير على حضراتكم. خلينا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر عشان الناس اللي لسه ما نزلتش تبتدي تاخد حذرها كويس. هنبتدي مع بعض على طول من محافظه القاهره كالمعتاد. احنا قدامنا شارع رمسيس، احنا في بعض الكثافات المروريه المتوقعه في الوقت ده. لو بصينا من عند رمسيس وفضلنا متجهين لغايه ما نوصل لتقاطع صلاح سالم، احنا شايفين ان في كثافه بسيطه جدا موجوده عند كوبري الجلاء، وبعدها هنلاقي في سيوله مروريه هتكمل معانا لغايه طريق العروبه. لو جينا بصينا هنا عند كورنيش النيل اللي جاي من المظلات، هنلاقي كثافه مروريه بسيطه متحركه هتكمل معانا لغايه وسط البلد، لكن غير كده مفيش عندنا اي مشاكل في القاهره. خلينا دلوقتي نسيب القاهره ونروح للجيزه ونشوف محور 26 يوليو. احنا شايفين محور 26 يوليو القادم من اكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، احنا شايفين فيه سيوله مروريه مفيش فيه اي مشاكل. يمكن عند الدائري هنلاقي بعض الكثافات المتحركه عند نزله البحر الاعظم لغايه ما بنوصل لمنطقه الدقي ولغايه ميدان الجلاء، هنلاقي فيه تباطؤ في حركه السيارات، لكن اجمالا مفيش اي مشكله برضو في الطريق. خلينا دلوقتي نروح للمنيا. المنيا عندنا سيوله مروريه في عدد كبير من الطرق او في الاغلب الاعم من الطرق. طريق الشيخ فضل احنا شايفين فيه سيوله مروريه طول الطريق، هنلاقي بس بعض الكثافات البسيطه في بعض الاماكن، لكن طريق بقى مغاغه المنيا او المنيا مغاغه هنلاقي فيه بعض الكثافات البسيطه جدا، مش هنحس انها مؤثره خالص. لو بصينا بقى عند الطريق الصحراوي الشرقي هنلاقي فيه كثافه مروريه بسيطه. تعالوا نكمل جولتنا ونروح للشرقيه. الطريق من العاشر من رمضان لغايه مدينه الزقازيق هيكون فيه سيوله مروريه، لكن هنلاقي بعض التكدسات المروريه بطبيعه الحال عند مدخل الزقازيق. لو بصينا بقى على الطريق الثاني اللي جاي من العاشر المتجه لمدينه العبور، وده طبعا من خلال بلبيس، هنلاقي فيه سيوله مروريه. احنا لغايه دلوقتي ما عندناش مشاكل خالص في الطريق، ان شاء الله تستمر السيوله المروريه معانا، لكن اكيد هنحاول نشوف ونتابع لو حصل اي حاجه نبلغ حضراتكم. ودلوقتي خلينا نستعرض معاكم جوله سريعه في احوال طقس النهارده. النهارده هيئه الارصاد بتتوقع ان الجو يكون حار نهارا على اغلب الانحاء، شديد الحراره على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على بعض الاماكن، وفي الصباح الباكر احنا متوقعين ان درجه الحراره النهارده تكون في القاهره 33 درجه، اقل درجه في مطروح هتكون 29 درجه، وكمان اسوان هتكون فيها درجه الحراره 38. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد قليل.